تخوض التنسيقيه المحليه لطلبه خريجيهم مريدي المعهد العالي مهندس ميديا وتقنيه الصحفي الدار البيضاء هذه الوقفه تجسيدا وتنزيلا للبيان الاخير الذي دعت له التنسيقيه الوطنيه بتجسيد وقفات جهويه. اليوم ناخذ هذه الوقفه امام المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مطالبين بالعداله الاجريه للممرضين وتقنيه الصحه، مطالبين بالتعويض عن التدريب الاستشفائيه لصالح طلبه المعهد العالي مهندس ميديا، وايضا مطالبين بالتعجيل في إخراج هيئة الممرضين وتقنية الصحة ومصنف الكفاءات، ورافدين سياسة التعاقد والخوصصة في قطاع الصحة. اليوم نقول وزير لن نسمح لكم بخوصصة القطاع ولن نسمح لكم بإدماج الخواص. اليوم هذا المطلب الذي ومنذ إنشاء التنسيقية الوطنية سنة 2007 ونحن نطالب ونرفض إدماج الخواص جملة وتفصيلة. اليوم الممرض لن يتنازل إلى حين تحقيق مطالبه، وهذه دعوة إلى الوزارة إلى النظر والتعجيل في النظر إلى جميع مطالب الممرضين وطلبات الممرضين. اليوم إحنا كاينين في بن رشد كنمثلوا التنسيقية المحلية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة. الإنزال ديالنا هو إنزال محلي، أننا حنايا كنرفضوا جميع أشكال التعاقد، ياكو كنرفضوا التام ديال إدماج الخواص، وكذلك كنطالبوا بالتعويضات على الاستاج. أن لا يعقل أن الممرض كيدير بزاف ديال الخدمه ديالو وفوق الطاقه ديالو وهو غير في اطار قانوني وما كيتعاوش على لي ستاج ديالو ولا العداله الاجريه ديالو. وزير الصحه خاصو رساله لي ديالي انه خاصو يقنن المهنه ديالتنا، يعطينا حق ديالنا في العداله الاجريه وكذلك الانصاف ديالنا. لا يعقل على ان اليوم حنايا كطلبه ديال الدوله يجي واحد من المدارس الخاصه او التكوين المهني يجي هو يخدم في الدوله، وعكس اننا حنايا اللي ولاد الدوله وما كنخدموش معاهم.